الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. بيكم على كل حال فرحان برشا وسعيد برشا باش نأفف إحدى فقرات أو سهرات مهرجان المدينة في دورة السادسة. مجموعتنا معناها الحقيقة غنية على التعريف، قاعدين نخدموا معناها طيلة الثمانية سنوات الماضية، وتات شوية ركود حسب الحالة اللي عشناها الناس الكل. إن شاء الله هذه بادرة طيبة الحقيقة، تجنبت لها مؤسسات الولاية وموظفيها خاصة في قطاع الثقافة باش الحقيقة يسروا على برمجة ثرية جدا. إن شاء الله إن شاء الله هذه بادرة خير وانطلاقة طيبة وتلقى صدى عند أهالي المدينة كاملة، الولاية كاملة بكل ربوحة. إن شاء الله تعدى سهرية باهية بحضوركم كذلك. الحقيقة معناها حضور لافت، ما عدناش يقبل هكا الكثافة في الحضور تاع الميديا. مرحبا بكم، ان شاء الله تعدي بسهرية طيبة. مجموعة كيما سلف وقال خويا خالد هي مجموعة تعنى بالتراث المادي الموسيقي المالوف منه عواطش القطاع الموسيقية التونسية، فيها معناها بحث، فيها ما هو متعلق بإعادة صياغة او تنفيذ الموروث نتاعنا من المالوف. ثم عندنا قطاع زاد أو وصلات غنائية تونسية من المحبذة لدى الجمهور، وعندنا جانب آخر اللي هو ثالث اللي هو صوفي، وهو يتميز ويتماهى مع وضعنا توا مع وضع المدينة، وفيه حتى خصوصية في النغمات نتاعه اللي هي خصوصية قيرونية. متعلمين خويا حاتم، انا ديما معناها هو ابداع ومبدع ونعرفه معرفه قديمه معناها، ومأطر بنتي ديجا هي تعزف الفرقه معها مع قانون، معناها ديجا حاضر معناها كوالي وكمشاهد. وصحة حاتم اكيد معناها كل لمساته الفنيه ديما موجوده معناها. مهرجان مزيان برشا، مهرجان السنة عجبني برشا في قروين. تحية كبيرة سي خميس المسيلي، وتحية لمدير المهرجان في قيروان على التنظيم المزيان. واليوم مش نواكبوا عرض الأستاذ حاتم دربيل، مجموعة نوال المالوف بالقيروان. أستاذ حاتم دربيل غني عن التعريف، يمكن نزيد أستاذي أنا نحيوه برشا، ومتأكدة كونه عرض مش يكون جدا رائع، ذاك اش خليني باش جيت اليوم وباش نواكب الحدث. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.